السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الرابع، يعطيكم ألف عافية. اليوم سوف نبدأ في درس جديد وهو الصياد واللؤلؤة. اليوم نكتفي فقط في قراءة النص وتدرب على قراءته يا مسفي إلى الحصة المقبلة. في البداية، الصياد واللؤلؤة. يروى أن صيادا اصطاد سمكة كبيرة وطلب إلى زوجته أن تقطع السمكة، فوجدت في جوفها لؤلؤة نفيسة. فرح الصياد ورأى أن يعرضها على حاكم المدينة ليحظى منه بالمال الوفير. لما رأى الحاكم اللؤلؤة قال: ما أروعها، لا أعرف كيف أكافئك عليها، ولكن سأمنحك ساعة كاملة لدخول خزائني، وخذ منها ما تشاء ثمنا للؤلؤة. دخل الصياد الخزائن فرأى غرفة مليئة بالجواهر والذهب، وفيها فراش وثير، بجانبه كل ما يشتهي من الطعام والشراب. حار الصياد ماذا يفعل، ثم قرر أن يبدأ بالطعام والشراب ليتزود بالطاقة التي تمكنه من جمع أكبر قدر من الذهب. قضى الصياد وقتا في الأكل، ثم رغب في النوم على الفراش الوثير. استلقى عليه فغط في سبات عميق، وبعد ساعة أيقظه الحارس من نومه وأخبره بأن المدة انقضت، فرجع إلى بيته خائبا من غير أن يأخذ ثمن اللؤلؤة. احفظ الكلمات الآتية لفظا صحيحا: اصطاد يعرضها، يحظى، غطى، وأيقظه وانقضت. اصطاد يعرضها، يحظى، غطى، أيقظه وانقضت. استخرج يا مس هذه القواعد من النص، وفي الحصة القادمة نستخرج مع بعض هذه القواعد: فعل ماضي، فعل مضارع، فعل ناسخ، حرف جر، اسم مجرور، حرف نصب، حرف جزم، حرف عطف، اسم معرفة واسم نكرة. في الحصة المقبلة نستخرج هذه القواعد ونوضح المعاني والأفكار وعناصر القصة. ويعطيكم ألف عافية يا رابع. تدرب على قراءة النص قراءة صحيحة.